الجامعة الملكية المغربية كما كتشوفوا اليوم قامت بهذا النشاط الذي يساند و درناه تضامنا مع ذوك الضحيتين اللتان ذهبتا هكاك السودان بإرهابا. وهذه المسيرة هذه اللي دايرة الجامعة اليوم دايرة فيها واحد لامارش واحد لاغوندوني حتى للبلاصة فين وقعت الواقعة، ومشاركين الأندية كاملهم تقريبا اللي كاينين منضوين تحت الجامعة الملكية المغربية لتزحلق قريدة الجبل. ودائما الجامعة تتكون سباقة وقت ما كانت شي حاجة عندها علاقة بالمنطقة الجبلية، لاقاش حنا الدور ديالنا كجامعة ننمي هذه المنطقة ونعمل جاهدين على 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 على, على إعطاء نظرة مستقبلية التي سيتفائل بها جميع من يريد أن يزور الجبال. الساكنة ديال المنطقة لحد الساعة باقين مأطرين بهذه الواقعة هذه اللي ما عمرهم شافوها وما عمرهم ظنوا بأنه غادي يوقع بحال هذا الشيء في هذه البلاد هذه. ولأن السواح تيجيو سواء الأجانب أو المغاربة تيديروا القياطن ديالهم فين ما ولاهم، والناس تيدوزوا من حداهم ما كاينش اللي تيأديهم، كاين اللي تيخلي الماتريان ديالو تيمشي تيطلع للسوميت ديال تبقال وكيرجع وكيلقى حوايجو في الامان وداك الشيء. حنا الحمد لله باقين هكذا وغادي ان شاء الله نزيدوا للقدام، وكنطلبوا من جميع الفاعليات ديال السياحه ولا ديال السلطات المحليه وحتى الساكنه باش نتعاونوا ونتضامنوا ونزيدوا نتضامنوا اكثر من حنا كيف حنا متضامنين باش نحيدوا هاد المشاكل هادو ونوريو للناس بان راه بلادنا باقي فيها الامان وديما فيها الامان. وانا فعلا في الحقيقه انا مريضه، مريض القلب، ما كنقومش بهاد الرياضه لانه صعيبه عليا، ولكن الزوج ديالي والابنه ديالي تيجيو وتحديت المرض ديالي وجيت معاهم باش نتضامن مع هاد الضحيتين اللي في الحق اثروا فينا بزاف، انه حنا حسبناهم خوتنا وبناتنا اللي ما غنبغيوش لهم هاد الفعل الاجرامي اللي في الحقيقه كنستنكره وبشده. لذلك جيت متضامنه معاهم ولو انني تعذبت في هاد المشي بصعوبه باش سميتو، ولكن تحديت انني نكون كمغربيه متضامنه معاهم، انه حنا فعلا كنبغيو الناس من جميع الاجناس والحمد لله، وتنطلبوا الرحمه لهاد الضحيتين. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.